انضموا لوكالة الفضاء الأمريكية لانازا مختصة في علم الفضاء والبراكين. السيدة أسماء بوجيبار أول مغربية باحثة تنضم لوكالة الفضاء الأمريكية نازا مختصة في علم الفضاء والبراكين، يوشحها جلالة الملك حفظه الله بمناسبة عيد العرش المجيد بوسام المكافأة الوطنية من درجة فارس. شابة وعالمة مغربية بعمر 27 سنة انضمت لأكبر وكالة فضاء بالعالم ناسا الأمريكية، وصارت أول بنت مغربية أفريقية تشتغل بوكالة الفضاء العالمية. ساهمت باكتشافات فضائية وعلمية جديدة، واكتشفت أسرار غير مسبوقة عن تركيب الكواكب وعلم الأرض. مين هاي البنت وكيف انضمت لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا بعمر صغير؟ فيما يتعلق بإشراك الجالية في مسار التنمية والذي يحظى بكامل اهتمامنا، فإن المغرب يحتاج اليوم لكل أبنائه ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب أو عبر مختلف أنواع الشراكات والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة. فالجالية المغربية بالخارج معروفة بتوفرها على كفاءات عالمية في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضة وغيرها، وهذا مبعث فخر للمغرب والمغاربة جميعا. في هذه الحلقة غادي نتكلموا على أسماء صلاح الدين بوجيبار، اللي هي أول مرأة مغربية وعربية وإفريقية انتزعت منصب كبير في وكالة الفضاء الأمريكية. المهمة طبعا ما كانت سهلة، حيث كانت متنافسة مع المئات الخلق، وفي التالي قدرت تأكد باللي المرأة المغربية ما كاينش بحالها. إلا حطت شي حاجة بين عينيها كن متأكد أنها ما غاديش تفك حتى توصلها. أول مغربية حطت رجليها في ناسا، السيدة اللي ما يمكن لنا إلا تكون مفخرة للمغربيات كاملين، واللي هي على لسانها كتقول أنها هادشي اللي وصلت ليه كيبين على أن أكل بوان المرأة المغربية راها مقاتلة. أسماء بوجيبار تزادت سنة 1984 في مدينة الدار البيضاء، وفيها دوزت المرحلة الابتدائية والثانوية. ماشي كبيرة في العاج، من مواليد 1984. هنا ولدت وهنا نشأت وتابعت دراستها الابتدائية والثانوية. إنها أسماء بوجيبار. أسماء من أصول أمازيغية في الريف المغربي، أبوها هو المهندس صلاح الدين بوجيبار، أمها هي الفنانة التشكيلية نبيلة بلغيت. بينما غاديش يكون شي واحد من عائلتها دار لها العصافة الرويضة، يعني كانت عندها الحرية التامة في اختيار مسارها، وبحكم التوجه ديالها كيدات الباك مشات تكمل قرايتها في فرنسا. أنهت مراحل تعليمها الأساسية بمدينة الدار البيضاء قبل ما تسافر لفرنسا لتكمل تعليمها الجامعي. بعد ما خديت الباك في الدار البيضاء مشيت لغان ودرت إجازة على علوم الأرض. كاين اللي غادي يقول علاش بزاف المغاربة كيمشيو يكملوا قرايتهم ويبداو الخدمة في الخارج. كنظن ماشي مشكل إلا تحكوا مع تجارب خارجية واستفدوا منهم شي حويجات، ماشي مشكل إلا خدموا على برا ونفعوا البشرية كاملة. وأنا متأكد باللي هاد العلماء المغاربة كاملين نهار تبغيهم بلادهم تلقاهم، وحنا كنشوفوا التوجه بلادنا، رحنا في الطريق باش يكونوا عندنا كاع المختبرات اللي يحتاجوها هاد النوابية. حتى حاجة ما كتجي في مرة، غيدو قادو كنوصلوا للمبتغى، والمغاربة ديال الصح كيبقاو مغاربة فين ما وصلوا، عمرهم ينكروا أصلهم. ومنهم هاد النابغة ديالنا أسماء اللي دوزت المرحلة الجامعية ديالها في فرنسا وقدت تدي الإجازة في علوم الأرض، وموراها خدات الماستر ودوزت 16 في واحد المختبر فرنسي في تخصص علوم تكوين الكواكب وتمايز الكواكب. حبها وشغفها بالعلم والبحوث والدراسات خلاها تتخصص بعلم البراكين وتمايز الكواكب. ومن بعد مشيت لليل دو لا ريونيون وكلامون فيران باش ندير ماستر على علوم الارض وخاصه على البراكين. ومن بعد مشيت لقيت شي ستاج دو ريشيرش باش نتخصص في علوم تكوين الكواكب وتمايز الكواكب. أسماء ناقشت أطروحة الدكتورة في تكوين الكواكب وتمايز الكواكب، والموضوع كان هو التوازن الكيميائي بين الغلاف والنواة في سياق تشكل عينة من الكواكب. قدمت أسماء بحث علمي تشرح فيه تركيبة الكواكب من الداخل والتوازن الكيميائي بين سطح وقلب أي كوكب. وعاد لقيت دكتوراه ودرت الدكتوراه 3 ans في كلامون فيران تاهما على تكوين الكواكب وتمايز الكواكب. الكواكب. وباش تزيد تستافد اكثر مشات لليابان باش دوز ستاج واحد اخر. مشيت توصل اليابان جابون باش ندير ان ستاج دو ريشيرش على علوم الارض داخل الارض. بفضل هذا البحث اللي دارته النابغه ديالنا قدرت تلتحق بوكاله ناسا، وطبعا بعد منافسه المئات الباحثين من مختلف دول العالم. بحث كان سبب بدخول اسماء لوكاله ناسا الامريكيه عن طريق مسابقه علميه، وغادي تكون هي من وسط مئات
مجموعات ديال الاشخاص من مختلف الجنسيات اللي غادي يتم الاختيار ديالها هي باش انها غادي تشغل واحد المنصب ديال باحثه ما بعد سلك الدكتوراه. شاركت في مباراه باش نخدم في لانازا واتصلوا بيا شهرين من بعد اتصلوا بيا باش يقولوا لي مزيان داك لو بروجي عجبهم. فاش مشات لهذا المركز مشات لاي مركز؟ مشات للمركز الفضائي جونسون في هوستن في تكساس ولات بهذه الطريقه اول مغربيه كتدخل لاناسا وكتدرس ظروف تكون كوكب عطارد. ومور هذه الخدمه الكبيره اللي دارتها قرر جلاله الملك يهديها وسام ملكي اللي ما كيتعطاش المنواله. في 2016 غادي تاخذ واحد الوسام عالي المكانه وعالي الرتبه من عند صاحب الجلاله محمد السادس. هذا الوسام هذا هو وسام مكافاه الوطنيه بدرجه فارس وخداته في ذكرى اللي عندها دلاله اللي هي لو 16 ديال عيد العشر. اسماء مفخره للمغاربه بصفه عامه ولبها بصفه خاصه، نسمعوا شنو قال عليها. انا فخور بزاف منين بنتي قبلوها في هذه المؤسسه المعروفه دي في العالم دوليا ديال العلم ديال الكواكب. هذا النجاح ديال بنتي يكون نموذج للمغاربه كلهم والعرب كلهم خصيصا المراه العربيه والمغربيه. وكذلك نسمعوا التصريح ديال المهلمه قدها فرحه ببنتها. فرحه كبيره جاتنا وقت سمعنا هذه تقبلت في النزا وفرحانه خاصه اللي هي وصلت فين ما حبت توصل، فهمت؟ هذه الفرحه الكبيره اللي هي اهدافها وصلت لهم، هذا هو المهم. بإمكاننا نقولوا بلي هاد الأسرة نموذج يحتذى به في النجاح، الأم فنانة والأب مهندس، والتوأم ديال أسماء اللي هي سلمى بوجيبار مهندسة كبيرة، وأخوهم عادل بوجيبار متخصص في علوم الكمبيوتر، الله يكمل عليهم بالخير، ونتمنى ونشوفوا بزاف الأسر المغربية في هذا المستوى. أسماء توأم لسلمى من أم تونسية فنانة تشكيلية وأب مغربي مهندس معماري، وتجمعها قرابة عائلية مع المناضل الراحل عبد الكريم الخطابي. نشأة أسماء داخل أسرة مثقفة ساعدها على شق طريقها نحو التألق والنجاح. والله القسم أخوتي المغاربة إلا كندوزوا هذا النوع الحلقات وكلنا افتخار، وحتى أنتم كتفرحوا فاش كتسمعوا بنت البلاد وولد البلاد واصلين. كنقراو التعاليق ديالكم كاملين تقريبا، تقدوا تشاركوا معنا في هذه المواضيع اللي كنديروا، اقتراحاتكم على الراس والعين، وراكم خوتي. أول مغربية حطات رجليها في لاناسا. أسماء وجبار. غنبدا دابا 2 سبتمبر في يوستن في لاناسا. ان شاء الله 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 ان شاء الله.